الشركات الأساسية القوى الفاعلة مثلا الاتحاد العام التونسي للشغل، نعم، صرح أمينهم العام المساعد منذ أيام حفيظ حفيظ قال إنه لا سبيل لأن يلتقي الاتحاد العام التونسي للشغل مع من يعتبر لحظة 25 جويلية انقلابا. إذن موازين القوى إلى حد الآن ما زالت غير كافية لترحيل سعيد كما تقول. استناني الاتحاد يقول اللي يحب، الاتحاد بين قوسين يقول الشيء والعكس، والدليل على ذلك هاني قاعد نتبع الناطق الرسمي بتاعهم قال انه باش يقدموا مبادره لكن يعرفوا اللي هي ماهوش بتاعي. طيب بلاش تقدم فيها المبادره، وثانيا المبادره على من تضحك، يعني 2011 كما اليوم 2011 كان هناك رئيس يعني كان قابل بالحوار، كان هناك الحد الادنى نتحاوروا عليه، تو الحوار على ايش؟ اليوم ثم قضيه مركزيه هو دستور 2014، الرجل هذا جاي قال لك يحب يعمل دستور، يحب يعمل رجل يعني الهوس والهذيان بتاعه انه باش يعمل جمهوريه جديده وعالم جديد وكذا وكذا، احنا قلنا دستور 2014 هذاك خط احمر، الرجل هذا باش يتراجع في 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 في, في يعني مستحيل، واحنا باش نتراجع في دستور 2014 مستحيل، اي واحد يخرج على الدستور 2014 حكم على نفسه بالخروج من التاريخ. نعم، اذا الدستور 2014 هو المرجع الاساسي، دستور 2014 استعادة الثورة، استعادة يعني بناء المؤسسات التي لم يتم بها، استرجاع يعني الاستقرار إلى آخره. هذا الشيء كنا يعني ثم هناك نوع من التفاهم بين حركات المعارضة. شنو اللي يمنع؟ اللي يمنع أولا بالأساس هذه قصة العماء الإيديولوجي متاع هذا الخماسي اللي شد، لا قال لك احنا ما نتعاملوش مع النهضة، يا ودي انسى النهضة، يا ودي النهضة يعني تغيرت وباش تتغير انسى الموضوع، تو القضية الأساسية ونحط ودينا في دين بعضنا. طيب. همامي قال إن جبهة الخلاص هي نفس حركة النهضة. لا اسمه طيب حمى الهمامي الذي كان صديقي في ورق مرقاوة دعا إلى قطع الطريق علي وصوت للباجي قايد السبسي، وهو يعتبر اللي أنا كنت حليف النهضة أنا ذاك، بينما الباجي قايد السبسي هو اللي كان حليف النهضة في 2014. يعني شيء ضحك، بشوف إلى أي مدى يعني العمل الإيديولوجي خليك تفكر بطريقة لا عقلانية. المهم على كل حال انا بالنسبه لي هالمجموعات هذه ما هيش هي اللي تمثل الثقل الطبقه الوسطى اللي انا انتمي لها، لازم تفهم اللي هي الان مهدده في حياتها، ان مستقبلها مهدد، انه باش تمشي الى فقر كبير، وانه لابد الان عوده الديمقراطيه. هذم الاحزاب هذم اللي ما يحبوش يتم، انا حسب رايي ما همش باش يؤدي دور كبير، انا اتوجه فقط للشعب المواطنين، للطبقه الوسطى، للطبقه الفقيره الى اخره، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبيه وبغض من يتعد من يعني يدعي الكلام باسمهم. الان هذا الشعب، شعب المواطنين، يلزم يخرج للشارع ويلزم يتظاهر طول الوقت، ويلزم يعمل كما عمل الشعب السريلانكي. الشعب السريلانكي يعني دخل على قصر قرطاج وطرد الواحد واستحموا في الحمام، استحموا في البيسين، هذا ما يجب على الشعب سريلانكا. اذا الشعب التونسي ما عندوش خيار اخر غير انه وشعب البيرو طبعا. الان القوى السياسيه الموجوده على لازم تستعد لاستلام الحكم. تستعد كيفاش؟ لازم يكون عندها برنامج واضح. اليوم لازم نمشيو للتوانسه ونقول لهم راهو اكبر خطر، وهذا 10 سنين انا نقول فيه، راكم باش تعطشوا بعد 10 سنوات، راكم باش تجوعوا. اليوم 50% من يعني من القمح اللي نجيبوا فيه من برا. 10 سنوات وانا نردد في هالكلام، 10 سنوات ضيعناهم، 10 سنوات كان بامكاننا في هالعشر سنوات رانا يعني. تقدمنا في مساله الماء، في مساله البذور كذا، ضيعوا لنا 10 سنوات، الله لا يربحهم. من ضيع ضاعوا الثوره المضاده وايضا للاسف الشديد النهضه التي قبلت يعني التعامل معهم 10 سنين ضيعناهم. تو المهم هو ما عادش نزيد نضيعوا 10 سنين، الان لازم يتعمل برنامج وطني انا دعوت اليه، هو قضيه البذور والماء والبحر والطاقه، ايضا قضيه انه احنا عندنا 7 أو 8 يعني اسس او منظومات اجتماعيه، المنظومه الصحيه، المنظومه التعليميه، المنظومه الثقافيه، المنظومه القضائيه، كل هذه المنظومات بسبب الانهيار، الناس ماهيش فايقه انه تعليمنا انهار، انه ثقافتنا انهارت، انه لانه نظامنا الصحي انهار. اذا القضيه الان هو بسرعه نعمل يعني نوع من الاوديت على كل هذه المنظومات وندخل في برنامج الاصلاح، ثم اصلاح البرنامج الاصلاح يعني النظام السياسي، انه هذه ديمقراطيه يعني ديمقراطيه عنزه اللي جيه كلها، لازمنا قوانين اللي يعني اللي تضمن انه ما يتدخلش فيها المال الفاسد، انه هالاحزاب الفاسده مش اي واحد اي خردوق يجي يعمل حزب عنده فلوس ومن بعد يمشي للانتخابات، لازمنا قوانين جديده تحمي الديمقراطيه وتخلي الديمقراطيه فعليه. المشروع الذي طرحه رئيس سعيد الان غير كافي القضاء على الفساد، وها
يا رجل هو جزء من الفساد، هو الفساد، انا هذا الفساد، الفساد احنا نعرفوه بالتفاصيل. يعني عماد الدائمي الذي يشتغل طول الوقت على الملفات، احنا اللي عندنا الملفات الحقيقيه للفساد، واحنا التي نستطيع القضاء عليه، هو جزء من الفساد، هو واخوه وجماعتهم الكل جزء من الفساد. على من يدجلوا؟ يستطيعوا هم تو يدخلوا على الفاسدين وينظفوهم، بينما الديمقراطيه الحقيقيه على الاستناد على الملفات اللي حضر فيها يعني عماد الدائم، واللي فيها ملفات على هذا اتحاد الشغل الذي هو يعني جزء من الثوره المضاده وجزء من الفساد، هذه كلها قادرين احنا على هذا. لكن هذا يتطلب انه اولا تصير فيه يعني لحمه وتصير فيه جبهه ديمقراطيه، نعم. والجبهه الديمقراطيه هي اللي تقدم من الان تحدد برنامجها كجبهه ديمقراطيه، وتحضر يعني القوائم للانتخابات التشريعيه، مش نهضه وحراك وكرامه ومش عارف كذا، كجبهه ديمقراطيه. مش هذا فقط، يلزم من الان تتفق على مرشح للرئاسه. اي نعم، تتفق على مرشح للرئاسه. باش اقول لك حاجه، في 2019 نعم، انا تتذكر قلت ارجع للفيديوهات اللي كنت نقول فيها يا ولدي رانا باش نمشيو للتهلكه، وهذا الشيء اللي وقع. ما قدمنا كثر مرشحين للرئاسيات، ما هو النهضه حبت مرشح، ولم يختاركم الشعب. سيد الرئيس استناني الشعب 2019 تقدمنا المرشح الاسلامي وانا وجابت الكرامه الى اخره، يعني وكانت في تلك الفتره اتفقنا وقدمنا واحد ايا كان انا ولا غيري ايا كان اتفقنا عليه. راني انا في تونس الان مكرم معزز مبجل ايا كان موضعي، وراه الشيخ الغنوشي مكرم معزز مبجل، وراه في راه رئيس البرلمان، وراه يعني شو اسمه سيف، راه ربما وزير العدل كذا. شنو اللي وقع؟ اللي وقع اللي احنا بك الواحد نتاعنا فتحنا لهم الباب للنكرات، مش غير معروفين اللي دق تقول بلاد. اذا كان ما نحبوش الازمه هذه تتعاود مره اخرى، من الان يلزمنا جبهه ديمقراطيه على برنامج واضح، اللي هو بالاساس يعني البرنامج يعني نتاع الكارثه البيئيه اللي تتحضر لنا، ايضا اعاده الحياه لكل هذه المنظومات، اعاده حياه نظامنا السياسي، وتتقدم يعني هذه عناوين جيده. اسمح لي دكتور، لا مش عناوين، الناس تقعد وتدخل في تفاصيل التفاصيل التفاصيل، انا خادم على تفاصيل التفاصيل. انا نجم اقول لك مثلا كيف يمكن تكون هناك سياسه للماء للبذور للبحر للطاقه، عندي 10 سنين وانا اخدم عليها. لكن تحدثت يا دكتور اسمح لي استناني خليني نكمل لك. اذا النقطه الاساسيه هي اولا مؤتمر وطني ديمقراطي يجمع الديمقراطيين الكل، اللي يجي باللي يجي، واللي ما يجيش ما حاجتناش به. هذه الفكره انك حتى عبير موسي لا اوه عبير موسي هي لا نحدثك على الديمقراطيين، عبير موسي الديمقراطيه من جبهتها الديمقراطيه، حدثك على جبهه الديمقراطيين. من الان اعداد مرشح واحد نتفق عليه، نفتح نقاش حقيقي، نتفق على يعني قوائم في كل مكان، مش قائمة النهضة وقائمة الحراك، قائمة الجبهة الديمقراطية، ونمشيو للشعب ببرنامج أنا ذاك النجم عندنا حظوظ باش نوصلوا. أما إذا كنا نبقى على الطريقة هذه نتاع النرجسيات والزعامات وهذه نهضة وهذه مش نهضة، والنهضة هي نفسها بيها تتآمر على هذا وتعمل هذا وتطلع هذا وتخبط هذا وما تتعلم حتى شيء من أخطائها، هذا كله باش يؤدي الى شيء بسيط جدا، هو انه هذا باش يتواصل حتى 2024، لانه في اخر المطاف الدول العالميه 24 فقط سيد الرئيس. ومن بعد تجيب لك خردوق اخر، ولا تجيب لك هذه عبر مصر، وانا ذاك انا نحذرهم الجماعه هذا اللي قاعدين يلعبوا بالنار، اللي هم هذا اصدقائنا نتاع كذا، والله ورب العزه لما تشوفوا الانتقام كيف سيكون، لانه هذا الرجل هذا يعتبروه بالنسبه لهم علاش غسلوا منه، يعتبروه ضعيف بلا 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 بلا، يعني كيك اللي هبهب وما يعضش، فهمني، ها نهار كل يعني كان جاي عضره، والناس اللي يحكي عليهم راه مئات والاف. لكن وضع يا سيد الرئيس، نعم، معظم الطبقه السياسيه في السجون. انت كنت قلت ربما لو اتفقنا كان سيد سيف مخلوف وزير العدل، هو الان في ضمانه وزاره العدل، هو في السجن طبعا. يا سيد الرئيس يا اخي،